نعم هناك مقام جميل ذكرى، ولكن للمصيبة اللي عنده دمعة ترى تستاهل فاطمة، والله من يستاهل غير فاطمة وبني الزهراء عليها سلام الله. بعد اللي عنده دمعة ما يوفرها، يقول قرأ قاري العزاء مثلنا جنابكم قاعدين مجلس عزاء عند الإمام موسى بن جعفر عليه سلام الله. فقال القارئ قال قال رسول الله باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. يقول قام موسى بن جعفر وضع يده على رأسه وقال هتك والله حجاب الله، الله هتك والله يا يا باب الله يا. لما متى لما هتك حجاب فاطمة، لما هتك بابها رسول الله يا بابا يطرق باب الزهراء، تقول فاطمة من بالباب؟ يقول أنا أبوك رسول الله، تقول أبه البيت بيتك والحرة ابنتك على ما الاستئذان. ليش تستأذن؟ شي قلها؟ قال يا فاطمة إن الله تعالى أمرني أن لا أدخل بيتك إلا بإذن منك حتى تأذن الزهراء. أقول سيدي كيف دخل القوم إلى دارها، كيف أحرقوا بابها، يا كيف عصروها بين الحائط والبايب. تقل تاليها تاليها الشجان وزاد همي وهيج الغمي، من نادت الزهراء خلوا عن ابن عمي. قللنا ذيل يا قنفذ ولك بالصوت، رد ليها رد ليها للزهراء ولوحها وروحها وهي تنادي، لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي، لو خلوا علي الكراير لت يتمون ولادي. ردت ولكن بأية حالة، والصوت يتلوى على يديها. تروح الكربلاء عندك دمعة، خوش مواساة ما شاء الله، تروح إلى أبي عبد الله تواسي الزهراء، يقول فاطمة خرجت خلف علي ما عادت إلا وعلي أمامها. ولكن مولاتي لما خرجت زينب خلف أبي عبد الله، شلون لقت الحسين؟ قالها اخويا يا زينب لا تكثر عتبي وانا جثة بلا راس، آه راسي عالرمح والجسد بالخيل ينداس. تروح للكفيل وين صاحب الحاجة يا ام ابو فاضل؟ قالها روح الى الشريعة بل كانت شوفين عباس يقدر على النهضة ويسل سيف البتر. توجهت زينب صاحت كلنا دخلاء عليك أبا الفضل، تقل خويا يا أبو فاضل خويا ندخلك المقطع بالشريعة، جاه الندى يا زينب ترى جفوف قطيع، روح لليتامى يا وديع. ردت وردت ويا اليتامى صغار وكبار. ختام ختام لمولاتي الزهرة، يا زهران إن جيت طيبة مقبلة. وين تروح إذا أنت بالمدينة؟ وين تروح؟ هالي الزهرة. فعرج على مكسورتي الضلع معولة، وحدث بما مضى الفؤايات مفصلة. الحافظ اقرأ وياي ماجور أبيات دعبل. أفاطم أولى وخلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشايا طفراتي. شو يسوي الزهرة؟ ها يعني ماكو وقار بعذاب يا عبد الله. إذن لا لا أطام
الخد فاطم عنده وأجريت دم أمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. يا الله